انا بيجي كده تمام نزلت تحت شوف اهو حيثيات هذا المشروع القرار. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. الحقيقة أعبر عن سعادتي بأن مشروع القرار العربي الموحد على اليمن في البند العاشر تحت البند العاشر والمعنون باسم تقديم المساعدة الإنسانية المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان اليمن الشقيق قد تم قبل قليل اعتماده بتوافق الآراء، وهذا يعتبر المشروع العربي الأول الحقيقة على مستوى مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه، وبالتأكيد هي تجربة مهمة وأعتقد أنها تفتح الباب واسعا للتعاون بين الدول العربية في تحقيق مصالحها. كما تعرفون أنه خلال الأربع دورات أو خمس دورات سابقة كان هناك مشروع أيضا سنوي تحت البند العاشر لبناء القدرات في اليمن في مجال حقوق الإنسان يتم من خلال تقديم أحد الشركاء الدوليين وهي هولندا واليمن. في هذه الدورة الحقيقة ونتيجة التطورات على الأرض واستمرار الانتهاكات المخيفة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل الميليشيات الانقلابية الحوثيين وأعوانهم من جماعة علي عبد الله صالح، ولأن المجموعة العربية رأت أن الحقيقة تقرير المفوضية السامية لم يكن متوازنا فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في اليمن، ولسبب أو لآخر تم تجاهل الكثير من الحقائق التي على الأرض والتي تؤكد حجم انتهاكات الطرف الذي انقلب على الشرعية وهو الحوثيين وجماعة علي عبد الله صالح. من هنا كان في إصرار من المجموعة العربية أن تتمسك بموقفها وتطالب أن يكون هناك قرار تحت البند العاشر موحد يضمن الدعم الكامل للشرعية في اليمن الممثلة بالرئيس عبد الرب هادي منصور وحكومته، وأيضا دعم القرار الرئاسي بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق مستقلة إتاحة الفرصة لها وتقديم كل الإمكانيات، ولهذا أتى القرار في هذا السياق إعطاء اللجنة ودعمها بكل ما يمكن. كانت هناك الحقيقة جولات ماراثونية من التفاوض مع الشركاء الدوليين وبالذات هولندا لإقناعهم بأن الذي يحقق مصلحة الشعب اليمني في هذه المرحلة هو الاعتماد على هذه اللجنة الوطنية للتحقيق ودعمها بكل الوسائل. أيضا شارك الحقيقة في هذه المشاورات الوفد البريطاني والفرنسي والأمريكي، وأرى فرصة الحقيقة لتقديم الشكر للجميع على تفهمهم للموقف العربي وتفهمهم للاحتياج الحقيقي للجمهورية اليمنية في هذه المرحلة. وكما استمعتم اليوم فالحقيقة الجميع أيد هذا القرار ولم تكن هناك أي ملاحظات على هذا القرار ومر بالتوافق. وهنا أجدها فرصة يعني للرد على كثير من التقارير الغربية مع الأسف الإعلامية التي تتحدث عن أن يعني الشركاء الدوليين تخاذلوا عن مواقفهم أو غيروا مواقفهم نتيجة الضغوطات، ويعني أنا أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح. الشركاء الدوليين تم إقناعهم بأحقية اليمن في أن تكون الدول العربية هي من ترعاه وهي من تتابع أموره، وأنهم شركاء يجب أن يقدموا الدعم
الفني والتقني عبر هذه الآلية، وأنا أعتقد أنه هذا فيه مكسب كبير لليمن مباشرة وللحكومة الشرعية وللشعب اليمني الشقيق. شكراً أستاذ سفير. شكراً الذي حققتموه في مجلس وعلي الزكاة. هناك نقطتين رئيسيتين في هذا الأمر. النقطة الأولى هو الإجماع الدولي، وتأكيد الإجماع الدولي مرة أخرى فيما يخص اليمن، وهذا شيء مهم بالنسبة لنا. أكد على الموقف الدولي في دعم الشرعية في اليمن والاستقرار في اليمن، كأنه تأكيد للقرار الدولي 2216، وكان هناك إجماعا حقيقيا من كافة الكتل المختلفة. المشاورات المكثفة التي تمت خلال الأيام الماضية كانت لإقناع كافة الكتل السياسية من كل أنحاء الجغرافيا السياسية، واستطعنا بالفعل أن نصل إلى هذا التوافق الدولي الجيد الذي أكد على نقطتين. الأولى هي متابعة انتهاكات حقوق الإنسان من كافة الذين قاموا بهذه الانتهاكات وفي كافة أنحاء الجمهورية اليمنية. النقطة الثانية تأكيد على الشرعية والمؤسسة الوطنية والسلطة الشرعية في الجمهورية اليمنية. النجاح الآخر هو نجاح الدبلوماسية العربية، أنه لأول مرة في محفل مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يقدم مشروع قرار أو قرار للمجموعة العربية، وهذا فتح طريقا جديدا في العمل الدبلوماسي العربي. أنا حقيقة سعيد بهذا الإنجاز للدبلوماسية العربية بشكل أساسي، ولكن أيضا هناك التزام كبير أن العالم كله عينه علينا من أجل تحقيق خطوات جادة في حماية حقوق الإنسان على الأرض من خلال مؤسسات فاعلة ونزيهة ومستقلة. ماذا سيترتب على هذا مشروع القرار؟ هناك التزام حقيقي كما سمعت، هناك متابعة دولية ستكون لأعمال اللجنة الوطنية للإنسان. علينا إكمال كافة الطواقم الخاصة في هذه اللجنة، علينا تقديم العون الفني والمادي لها، لا يمكن تركها وحيدة بدون خبراء وبدون عمل جاد على مستوى الأرض. التزام كبير في هذا الأمر والعبء أكبر، ولكن أيضا هذا قضية أساسية لا يمكن التفريط بها. علينا كحكومة، علينا كمسؤولين، علينا كنشطاء في مجال حقوق الإنسان ألا نفرط في حقوق الناس ونعمل على صيانة كرامة الإنسان. وأنا دائما أقول حجر الزاوية في استقرار اليمن هو احترامنا لحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية. بدون احترام لحقوق الإنسان لن يكون هناك خطوات حقيقية في تعزيز الاستقرار الداخلي وبناء المستقبل. شكرا معالي الوزير.